أنا رح أقوي النار ليستوي بسرعة، جعت كتير. يلا تمام. اسحب هالكرفان من هون، هون رح يصير ساعة بعد شوي. لا بدي أخذها لغير هالمحل آخر اليوم، مجبور. وليش مجبور؟ يعني إجوا الكلاب عليها؟ لا فريد فات عليها بغيابي. وليش ما عندي علم؟ ما صار لي فرصة وهلأ حتى قدرت لك. ما هالزلمة شك فيك؟ لقى شي عندك؟ لا يعني بس لقى صورة كنت مخبية من صور عائشة القديمة. بس أنا بحلها يا جدي، أنت لا تقلق أبدا. شو بدك تحل أنت؟ شو بدك تحل؟ الزلمة صار شاكك فيك هلأ، شاكك فيك؟ شو اللي بدك تحله؟ وشو رح يصير هلأ؟ شو رح يصير؟ عم قلك أنا بحلها يا جدي، خلصنا بقى. شبك؟ مو شايف حالك متوتر زيادة هاي الفترة؟ أه؟ شو شايفني ولد قدامك ولا ما عاد في ثقة؟ طيب خلاص، أنت بتعرفني أنا هيك صاير معصب فجأة، بس الطيب يليف برجع مثل ما كنت. أنت جيب صحنين من هنيك لنشرب شوربة. يلا عائشة اسمعي، مو أحسن لو ما بتروحي على المحكمة؟ جو المحكمة بيكون متوتر كتير هلأ، بتكتئبي. تعي لوصلك على البيت، شو رأيك؟ لا بدي روح. حياتي هلأ بتشوفي حسين هنيك، حتتذكر اللي صار وراح تعصبي. أنا عم بحكي مشانك، لا تفهميني غلط. أنا لحد اليوم ما شفت إلا الظلم بحياتي، خليني من اليوم شوف العدالة شوي. طيب حق خلاص، بنعمل اللي انت بدك اياه. وبما انه رايحين على قصر العدل، بننتهز الفرصه بعد المحكمه ونروح بنقدم طلب مشان نعمل الغاء القرار. لا ما في داعي. شو صار؟ ليش وقفت هلا؟ انت عم تسمعي حالك شو عم تحكي عائشه؟ واعيه للشيء اللي عم بتقولي؟ ايه، فريد الولد هو اللي كان رح يربطنا مع بعض، كان رح يربطنا بالحياة، وهلأ راح. لهيك ما في داعي نصير عيلة بعد هلأ. شو يعني ما عاد في داعي نصير عيلة؟ شو صار لك؟ شو يعني الولد كان رح يربطنا ببعضنا وهلأ راح وخلاص؟ الولد ما ربطنا ببعض عائشة بلا جنان. لا تعملي فينا هيك، ماشي؟ اسمعيني منيح، اضربي كسري بهدلي وعصبي اعملي اللي بدك يا، بس لا تعملي هيك فينا. بترجاكي يعني فهمت انه الحق معك. ما قدرت رد على موبايلي لما اتصلتي بهداك اليوم، ما قدرت كون جنبك بهداك اليوم، بعتذر على هالشي. بس انا كنت عم لاحق هداك الزلمه اللي اسمه ميرزا، وانا كمان أنا عم قلك خسرت الولد وانت لساتك عم تقلي ميرزا. لانه في صوت جواتي عم بيقلي هداك الزلمه مو موثوق وفي من وراشي، وانا سمعت الصوت اللي جواتي لحقته وتحريت عنه وسالت عليه. ايه وكنت شاكك فيني بموضوع بهاء كمان، مو كنت عم تتهمني؟ شو صار فريد؟ يلا قلي لشوف. عائشه انا اعتذرت منك عن هذا الموضوع، مزبوط؟ بس شو عم تعملي انت؟ كل ما تخانقنا بتحكي عنه من جديد. شو بكي مو على اساس انك سامحتيني وسكرنا على الموضوع؟ شايفه هالشي مناسب يعني؟ شو بدك يعني اعمل؟ فهميني شو بدك يعني اعمل لك. اعتذرت مني وشو صار بعدين؟ الانسان يلي بيعتذر ما بيرجع بيكرر نفس الغلط مره تانية. انا اللي دائما بغلط مو هيك؟ انا اللي بغلط كل مره عائشه. انت بتضل تعاند على طول فريد، مين قال لازم تكون احاسيسك وافكارك صح؟ انا خسرت ابني، حضرتك بتعرف شو يعني هالشي؟ أنا كنت عم موت بهداك اليوم وميرزا هو اللي أنقذني. قالت لك أحاسيسك إنه رح نخسر ابننا، يلا قلي. عائشة شوفي أنت عم تظلميني هيك، سمعتي أنت عم تظلميني كتير بهالحكي. أنا رح دورت ورا ميرزا لأنه خلص بكفي، أنا ما عاد بدي أسمع أي شي تاني، خلصنا بقى بكفي. أنا خسرت حملي، عم تفهم؟ خسرت ابني، هو راح خلص، أنت رحت وتركني لحالي وأنا خسرت ابني بسببك. هذا الشي المهم بالنسبة لي هلا. عائشة ليكي انت مجبوره تسمعيني، انت عم تظلميني هيك، انت غلطانه. ما عاد بدي اسمعك بقى بكفي، ما عاد بدي اسمع. مليت، رجاء شغل السياره، خلينا نروح على المحكمه ونشوف العداله هي وعم تتحقق. ما عاد بدي اي شيء ثاني، تعبت كثير. ماشي عائشه، راح نروح مثل ما بدك.
انت خليكي عم بتعاقبيني وبتظلميني. لا تسمعيني واستغني عني فورا.